50 جنيه ده يبقى ايه؟ تمام؟ واعملي حسابك انا هاخد الشهرين. ماشي. عايزة حاجة مني؟ السلام عليكم. Thank you.
وبعدين بقى عايزين نخلص الشقه. انا عاوز اخدها على الصواني، انا عاوز اتكلم في الكورنيش على طول، مش عايزين هلا يا بقى ولا ولا كلمه زياده. وعشان يسأل أسأل سؤال والسؤال يرجع بسؤال، واخده وحلو
أنا سامي لكن عمري هو أنا ألف عام وحيد لكن بين بدوع زحام خايف لكن خوفي من إن أنا أخلص لكن أنا مليان كلام
اشتري قضيه قديمه كانت تلم العيله والاخوات، كانوا يقعدوا ياكلوا والاكل كتير ويبات. بدي اشتري التليفون ابو قرص اللي كنا نسمع فيه كمال الالوهات. ازيك يا خالد؟ ازيك يا عمي؟ ازيك يا طنط زناد؟ صلاح التليفون والايباد، حد يوم رن عليك واتصل يقول لك فيه مصلحه يا همك ولا لا. اشتري اي حاجه قديمه، اشتري صاحب اصيل جدع يقف جنبي في المحن. لو كنت عاوز تفوتني سنه ولو احتجت يمد ايده ويديني